ليس هناك أعظم ولا أكرم ولا أشرف من كتاب الله عز وجل، وإن فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن من نعم الله على أهل القرآن أن يهيئ العبد بفضله سبحانه ومنه لحفظ كتابه والعلم به والعمل به والدعوة إليه، فإذا وفق لهذه الأمور كلها ورزقه الله قلبا مخلصا لوجهه يبتغي ما عنده، فوالله لا أظن أحدا أصاب سعادة أعظم من هذه السعادة. إن الله أعطى الدنيا لمن أحب وكره، ولم يعط الدين إلا لمن أحب، فإذا كملت محبة الله للعبد ظهرت آثار ذلك الحب. ومن أعظم تلك الآثار أن يسكن الله القرآن في قلب العبد ثم يوفقه لكي يظهر في جوارحه وأركانه، فإذا رأيته تذكرت كلام الله جل وعلا، وإذا سمعته تذكرت مواعظ الله سبحانه وتعالى في كتابه. هؤلاء هم السعداء، هؤلاء هم الأولياء، هؤلاء هم الصفوة الأتقياء، خاصة إذا نشأوا من الصغر فتفتقت أنفسهم وأرواحهم أول ما يكون على كلام الله جل وعلا، فشغلهم الله بكتابه عن كل شيء.